أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتائب المهاجرين تقوم باستهداف حاجز الأمن السياسي بدير الزور بقذائف الهاون. الله أكبر الله أكبر. لسه الله أكبر. إيه نص الجسر بالضبط من جهة اليمين. صورة. بدك تقدم من نص الجسر المسافة تعرفها. صورة. الله أكبر. إصابة بنص الجسر. جسر السياسي وحاجز الأمن السياسي. الله أكبر. كتائب المهاجرين تقوم باستهداف حاجز الأمن السياسي بقذائف الهاون. تقريبا شي 170 متر 160 متر. معناته سقطت بالمحرش اللي بنص الجسر. ايوه عنده تمام. قباله بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ابطال كتاب المهاجرين في دير الزور يقوموا باستهداف حاجز القمع السياسي على جسر السياسية بقذائف الهاون. الله أكبر ولله الحمد. أحمد جاهز أخوي؟ أنا جاهز معلم أنا جاهز. الله أكبر ولله الحمد. يا الله يا الله. الله أكبر. علم الله أكبر. السلام عليكم. كيف أخوي؟ السلام عليكم. ما بين لسه ما بينت علينا دهجت بس ما طلعت دخنتها. على اليمين على اليسار. لسه مين بين؟ لسه ما بين شيء أخوي. طيب شوف لسه يا أخوي يلا. يلا معلم. الله أكبر ولله الحمد. أبطال كتاب المهاجرين يستهدفون حاجز الأمن السياسي بدير الزور بقذائف الهاون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر. عن نص يا نفس المكان خضر بالنص يا أخوي إقبال المحرز. الله أكبر ولله الحمد. هذه هي إصابة حاجز الأمن السياسي من قبل أبطال إقبال المحرز بس عجهنا بالإمن. كتيبة المهاجرين في دير الزور. صورت معك مو وحشة. الله أكبر العزة لله. الله أكبر. أبطال كتيبة المهاجرين يقومون باستهداف حاجز الأمن السياسي. الله أكبر. كتيبة المهاجرين حاجز الأمن السياسي. الله أكبر لله الحمد.